بصراحه بحكم اني نصراوي لم اكن اتمنى فوز الهلال على العين، وبصراحه اكثر سالم الدوسري الجم منتقديه، وبصراحه اكثر واكثر البليهي خلاص انتهى، وبصراحه ومن دون مبالغه مرتدات الهلال يا شيخ شيء خطير، شيء مرعب، شيء مفزع، شيء لا يوصف. أخطأ مدرب العين أنك تلعب مباراة أمام الهلال مفتوحة، يعني معناها أنك حطيت فريقك في وضع لا يحسد عليه. مدافع فريق العين أو أي فريق يتعرض لمرتدات الهلال الله يكون في عونه، ما يدري ايش يسوي، اي فريق ما يدري ايش يسوي، ما هو موج ازرق، هذا تسونامي. الهلال من افضل الانديه اللي يلعب على مستوى العالم، يلعب مرتدات صح، مرتدات خطيره، مرتدات ما تقدر تسوي لها اي شيء ولا تملك لها اي حل. عموما الله يكون في العون.